فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذبيحة الوثني وتذكيته هل هي جائزة؟ لا، سمعتم هذا، ذبيحة الوثني حرام، لأنه نجس، نجاسة معنوية، ذبيحته نجسة فلا تحل. ما هم من أهل الزكاة، أهل الزكاة هم المسلمون أو الكتابيون فقط. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.